في حصاد هذه الليلة عشرات القتلى وأكثر من 100 جريح في تفجير انتحاري داخل مسجد في ولاية قندز شمال أفغانستان. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته، والحكومة المؤقتة تقول إن تحقيقاً قد بدأ لكشف ملابسات العملية. الفريق أول محمد حمدان حميتي يقول إن الحديث عن تسليم رئاسة المجلس السيادي السوداني للمدنيين أمر سابق لأوانه. والشرطة أجهزة عسكرية، إحنا والله ما نسلمها إلي لجهاز منتخب. ووزير شؤون مجلس الوزراء يعتبر هذا الموقف تهديداً مباشراً للالتزامات بالوثيقة الدستورية. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقول إنه يبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يسميه تجاوز مجلس النواب الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة. أهلا بكم، تتابعون في جولتنا الإخبارية. أيضا في تصعيد للأزمة مع فرنسا، رئيس وزراء مالي يتهم باريس بتدريب جماعات إرهابية في الشمال تتعاون مع تنظيم القاعدة. وتتابعون في جولتنا أيضا الروسي ديمتري موراتوف والفلبينية الأمريكية ماريا ريسا يفوزان بجائزة نوبل للسلام تثميناً لدفاعهما عن قيم حرية الرأي والتعبير. وتتابعون قضية الحصاد مع مياد عبدو. خديجة، التوتر يطفو على سطح بحر جنوب الصين. فصل جديد من التجاذب بينهما. بيجين تطالب واشنطن بتوضيح أسباب وجود غواصة نووية لها في بحر جنوب الصين وملابسات حادثها. تفاصيل خديجة بعد أن نتابع معك مواضيع الحصاد الأخرى. نعود إليك ميادة. كشف موقع داون ديتكتور الذي يراقب عمل مواقع الإنترنت، كشف وجود بلاغات عن عطل